احنا اليوم وصلنا لواحد المرحله في الكرة القدم براسها ما مولاش راسها، فهمتي؟ كو كانت و السي اوزال ان طونك يعني بريزيدون ديال الكونسي ديال لو كوميتي ديريكتور كان سنوات، حاول يجمع الشمل وتبيننا بان خصنا واحد يعني الخدمه كثيره وواحد لينيرجي اللي غنضيعوا وغنضحيوا بها والنتيجه ما مضموناش. ولهذا فضلنا قدوا كره القدم، قدوها ماليا، نوقفوها مزيان على رجليها، ندخل في نطاق القانون الجديد. كذلك ما تنساوش بان الجامعه كانت في الاول خدات واحد القرار بان الانديه اللي ما عندهاش الشركه وما خلقاتش الشركه راه يمكن لا ما تلعبش الشامبيونه، ولهذا مشينا في هذا الاتجاه باش بعدا نقدوا كره القدم.